أنه من الإصلاحات مهمة جدا أن يتم رفع الشراكة بنسبة 21%، وبالتالي نحن نعتبر أنني أهنئ إخوتي الجزائريين على حرصهم واهتمامهم بالتعاون الحقيقي في هذا المجال. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أتاح هذا المنتدى دراسة عديدة كبيرة من الاتفاقيات الهامة، واتفقوا بالإجماع على أن عددا منها قد بلغ من النضوج ما يسمح بتوقيعها وتطبيقها في أقرب الأجال، وسيكون الإجماع القادم أو الاجتماع القادم للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني الذي سينعقد بالجزائر خلال هذه السنة فرصة لتكريس عملنا المشترك. وفي هذا السياق يمكن أن أذكر على سبيل المثال الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين في مجالات ترقية وحماية الاستثمارات المتبادلة وحماية المستهلك ومراقبة نوعية المنتجات والخدمات والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى مذكرة التفاهم في مجال البحث العلمي والتكنولوجي التي نوليها أهمية خاصة. Kısa sürede 5 milyar dolara çıkarma kararını aldık. تحدثت مع أخي الرئيس الجزائري، حيث اتخذنا قرارا مشتركا يرمي إلى وصول حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى عتبة 5 مليارات دولار في أقرب وقت ممكن. وكذلك أعلنا عن تأسيس مجلس تعاون رفيع المستوى بين البلدين، وأنا أعتقد أنه بفضل هذا المجلس وعبر عقد اجتماعات بشكل دوري في تركيا وفي الجزائر، وأيضا عبر تكثيف الزيارات بين الوزراء، سنحقق قفزة كبيرة في علاقاتنا. بالمقابل سيتم اتخاذ قرار بين الوزراء البلدين من أجل وضع اتفاقية للتبادل الحر، وإن شاء الله سيتم تسريع العملية. ونحن نرى أنه من المفيد جدا الشروع دون تأخير في مفاوضات التبادل الحر، كما أعتقد أنه إذا ما تجاوزنا مشكلة الائتمانات البنكية سنحقق نجاحا أكبر. بالجرتين altını özellikle çizmek istiyorum.